خلونا دلوقتي نتابع مع بعض أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة في سياق هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فتنطلق فعاليات الدورة 19 لمهرجان مسرح الهواة على مسرح قصر ثقافة رود الفرج، واللي بتنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وبتستمر حتى 19 سبتمبر الحالي. بيكرم المهرجان عدد من كبار النجوم اللي قدموا عطاءات فنية في تاريخ مسرحنا المصري، وهم رشوان توفيق، منال سلامة، مفيد شهاب، عزة زين، وعزة لبيب. النهاردة هيغلق موقع التنسيق الإلكتروني باب تسجيل الرغبات للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية عام 2023، وده وفقاً للجدول الزمني المعلن لأعمال مرحلة تنسيق طلاب الدبلومات الفنية اللي انطلق يوم الاثنين 4 سبتمبر الجاري. النهاردة هتستطلع دار الإفتاء المصرية بعد غروب الشمس هلال شهر ربيع الأول لعام 1445 هجرية من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية. ومن المقرر أن تعلن دار الإفتاء عن مدى تحقق رؤية هلال شهر ربيع الأول من عدمه بعد صلاة المغرب.